الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن ذكر أنواع البيوع، الآن ذكر الشروط التي يعني يجب أن تتوفر في المبيع. غالبا هم يقولون المبيع لأنه المدار حول المبيع، وإلا أيضا لا يستثنون الثمن من هذه الشروط، يعني كما قال المعقود عليه. قال: ويصح، بسم الله الرحمن الرحيم، ويصح بيع كل طاهر. شو هذا؟ واحد قيد منتفع، هذا قيد ثاني منتفع به، مملوك قيد ثالث. وصرح المصنف بمفهوم هذه الأشياء في قوله، لما قال مفهوم يعني عكس الكلام، عكس، يعني لما قال ويصح بيع كل طاهر، هو قال بعد ذلك ولا يصح بيع عين نجسة. فالشارح ماذا قال؟ قال: صرح المصنف يعني أبو شجاع بمفهوم هذه الأشياء. مفهوم يعني عكس، طاهر عكسه ماذا؟ نجس. منتفع عكسه شنو؟ لا نفع فيه، وهكذا. قال: وصرح المصنف بمفهوم هذه الأشياء في قوله ولا يصح بيع عين نجسة. قال: ولا متنجسة، كخمر ودهن متنجس ونحوه مما لا يمكن تطهيره، نجس أو متنجس. ولا بيع ما لا منفعة فيه، كعقرب ونمل وسبع لا ينفع. هذا كلام ابن قاسم. ننزل إلى الشرح، إلى الحاشية عفوا. قال حاشية البجوري: قال ويصح بيع كل إلى آخره، هذا شروع. شروع يعني بداية، يعني دخل في موضوع جديد. هذا شروع في شروط المعقود عليها. هو ذكر ثلاثة، زاد الباجوري اثنين، قال وهي خمسة. كما يعلم مما تقدم، ذكر المصنف منها ثلاثة، وهي كونه طاهرا منتفعا به مملوكا العاقد، وسكت عن اثنين: القدرة على تسلمه، ذكرناه بالأمس ما يحتاج نقف عليه، وكونه معلوما عينا وقدرا وصفة. أنك ما تبيع شيء مجهول، الجهالة في المبيع تضر، لا يجوز بيع شيء مجهول. ليش؟ لكي ندفع الضرر والغرر. قوله طاهر أو على الحكاية طاهر، قال أي ولو بالقوة. لما قال بالقوة يعني شنو؟ يعني علم المنطق. فمعنى أنت روح ادرس المنطق وافهم ما معنى الفرق بين القوة والفعل. طاهر بالفعل يعني فعلا الآن هذا قلم طاهر، يعني عمليا بالواقع طاهر. لكن لو الآن على هذا القلم وقع بول مثلا عليه من دابة في الأرض ومشى عليه، هل هذا طاهر؟ لو عليه بول هذا القلم، هل هو طاهر؟ هو غير طاهر بالفعل، لكن طاهر بالقوة. لكن بالقوة طاهر، مجرد يعني نصب عليه الماء يتطهر ويرجع إلى أصله طاهر بالقوة والفعل. لكن الآن هو غير طاهر بالفعل، لكن بالقوة، بالقوة طاهر. ما معنى بالقوة طاهر؟ يعني في قابلية التطهير، يعني ممكن أنه تغسل وتطهر ويعود إلى ما كان عليه. قال بالقوة مثل في الآن في المنطق في بداية إيساغوجي، لما يقول كاتب، قال كاتب بالقوة. ولذلك الطفل الآن الوليد المولود الذي عمره يوم، هل عنده قابلية الكتابة؟ قابل للكتابة؟ ها؟ شفت طفل يكتب؟ لكن في المنطق يقول نعم له قابلية الكتابة، لكن له قابلية الكتابة بالإيش؟ بالقوة. يعني هذه البدن، هذا الإنسان، هذا المخلوق له قابلية أن يكتب،
يأتي يوم وله قوة. لكن لو جئنا مثلا إلى طير مثلا، هل عنده قابلية الكتابة بالقوة؟ لا، ما عنده قابلية الكتابة. حتى لو يكبر، حتى لو نعلمه، غير قابل للتعلم. لا، ليس وصفه أن يكون كاتبا سواء بالقوة أو بالفعل، مسلوب الوصف هذا. ولذلك قال جميل لما تتداخل العلوم، جميل جدا لما العلوم تتداخل فيما بينها، فتجي توظف العلماء فقط. تأكدوا من هذا الكلام قطعا يقينا، العلماء فقط قادرين على توظيف العلوم في علم واحد. نحن في الفقه، وجاء قال بالقوة، خلص وظف علمه هنا، وستجد يوظف علم الوضع وعلم الصرف وعلم النحو وعلم الأصول وبعض الأحيان علم العقيدة. عجيب، العلماء هكذا، العلوم بينهم، بين أيديهم، وسبحان الله، يفتح الله عليهم ويوظفون كل شيء في محله. من يتعلم هذا التوظيف؟ الطالب الذي يدرس عندهم، لا يأخذ فقط العلم منهم، إنما يأخذ منهم خبرتهم في توظيف العلوم، القدرة على توظيف العلوم. وليس كل شخص عنده قابلية هذا، لأنه على مدار الوقت الطويل في الدراسة عند العلماء يصبح مع العلم علوم أخرى. يصبح الطالب إذا أحب شيخه ما بس يأخذ منه العلم والقدرة على توظيف العلوم، بدون شعوره يأخذ منه حتى حركته، حتى يقلد بدون أن يشعر. مثلا بدون شعوره، وإذا يشوف نفسه يتحرك حركة كان أستاذه يتحركها، تطبع فيه. سبحان الله. قال طاهر، أي ولو بالقوة. وهذا ولو بقوة فسر هذا الكلام، قال فيشمل المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل ولم تسد النجاسة. يعني هذا وقفنا عليه قبل يومين، فرجه أو فرجة، نعم. أو يقال هو قيد في مفهومه، تفصيل هو قيد في مفهومه تفصيل، كما تقدمت الإشارة إليه، وهو الذي يرشد إليه كلام الشرح في تقرير المفهوم الآتي. على أي حال ليس مشكلة إذا كان هذا القيد في المفهوم أو أنه بالقوة، ليس مشكلة. لكن هو المصنف ذكر الشرط وذكر مفهوم مخالفته لزيادة البيان. قوله منتفع به، قال أي انتفاعا مباحا مقصودا. هناك انتفاع محرم، شيء يعني تنتفع مثلا من آلات التحريم، مثلا المزمار، تنتفع به، هو أصلا آلة محرمة، تنتفع به، ما يصح الانتفاع بآلة محرمة. لكن البيع لازم في شيء منتفع به، حتى لو لم يكن واجب أو مستحب، على الأقل مباح. مثلا صحن من ذهب، هذا حرام ولا مو حرام؟ حرام، هذا لا يصح الانتفاع به. إذن لصالما لا يصح الانتفاع به، لا يجوز بيعه. ليش لا يجوز بيعه؟ لأنه هذا حرام الانتفاع به، هكذا مقصوده. يعني لا يجوز بيعه كصحن، أما بيعه كذهب لا، شيء آخر. بيعه كذهب، وهذا الذهب لازم نعرف على سبيل الزينة والإسراف أم على سبيل آخر، ما نعرف، شوف مقاصدهم شنو. ولذلك قال أي منتفعا به مباحا، ثم قال مقصودا،
انتفاعا مباحا مقصودا، فيخرج بذلك ما منفعته محرمة، فلا يصح بيع آلة له المحرمة كالمزمار والطنبور والرباب، ولا بيع كتب الكفر والتنجيم والفلسفة. اليوم ما عندنا كتب كفر وتنجيم وفلسفة، لكن عندنا كتب إلحاد، عندنا كتب علمانية، عندنا كتب يخلطون الدين بالدنيا ويصدرون العلمانية وهم مسلمون، عندنا كتب لفرق ضالة تشوش على المسلمين عقائدهم، عندنا كتب تباع في الأسواق تخرب أخلاق المسلمين، كله حرام. عندنا كتب لفرق أو لأناس ينتسبون إلى الدين لكن في داخل كتبهم بدع، مثلا بدعة من أقبح بدع العصر عند من يتصدر للتدريس والتعليم والتحديث، ولو هم شواذ واحد اثنين لكن من أقبح البدع، وهو منع الترضي على الصحابة رضي الله عنهم. هذه كلها كتب بيعها حرام وشراءها حرام لأنه لا ينتفع به. وما منفعته غير مقصودة كمنفعة اقتناء الملوك لبعض السباع، هو مباح، أنت عندك قدرة تشتري أسد مباح لكن غير مقصود، شنو النفع منه؟ شنو القصد منه؟ ربما القصد منه التكبر وتخويف الناس، لو كان لأجل تخويف العدو وعدو المسلمين لا يخاف إلا بمثل هذه الأمور لا بأس، أصبح له قصد، لكن هكذا بس ترف في غير محله هذا غير مقصود. لكن تقول لا أنا أشتري طير وأضعه للزينة، هذا مقصود أبيح لك. ومنفعة حبتي البر بضمهما لأمثالهما أو وضعهما في فخ فلا نظر لذلك، يعني أنت تروح تشتري حبة رز، إيش يعني وما النفع من هذا؟ وإذا زرعتها حتى ما تشبع طير، لا نفعل هذا. قال قوله مملوك أي من حيث الولاية عليه، وإن لم يكن مالكا لعينه كالوكيل والولي. الآن هذا الكتاب ملكي لي حق أن أبيعه، لكن هذا الكتاب الذي عند عافي ليس ملكي، هو ملك عافي، وعافي ما وكلني في بيعه، ولا أنا ولي أمره حتى أتصرف، أنت ومالك لأبيك مثلا، وهو دون التصرف الشرعي قاصر مثلا، لي يد عليه ولي أمر لي ولاية مثلا، أنا لا ولا 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 أنا حاكم هو مسك حق الناس وأجبرته على البيع، ما يوجد أي وجه شرعي لأن أتصرف في ماله. هل هو مملوك لي؟ ليس مملوك بكل الأوصاف، ليس مملوك، أو حتى ليس لي حرية التخويل في هذا الملك. لو جيت أبيعه يجوز؟ هذا بيع فاسد، لا يجوز لأنه غير مملوك لي. إذن قال شرط البيع طاهر منتفع به مملوك، وزاد المحشي مقدور على تسلمه، والبارحة نحن تكلمنا الفرق بين التسليم والتسلم، التسليم هذا صفة البائع والتسلم صفة المشتري وهي مقولة الفعل والانفعال، وأدخل علم الحكمة الفلسفة المقولات أدخلها في الفقه سبحان الله، وهذا أيضا توظيف. وأضاف الشرط الأخير وهو رفع الجهالة، أن تعرف عينه ووصفه وقدره، هذه الشروط الخمسة في المعقود عليه. وقف على المحشي على كلام جميل جدا، يعني الشارح بن قاسم وقف على أبو شجاع وقال وصرح المصنف بمفهوم ذلك، طاهر غير طاهر، منتفع غير منتفع، جاء تعقب
الباجوري وقال المصنف لم يصرح بمفهوم كل هذا. لاحظوا طاهر لا يصح بيع عين نجسة، واحد واحد. اثنين منتفع به قال ولا بيع ما لا منفعة فيه. مملوك، أين الكلام عن المملوك؟ لا يوجد. إذن قول ابن القاسم وصرح المصنف بمفهوم هذه الأشياء تعقبه الباجوري، قال لا ليس كل الأشياء، هو صرح بمفهوم اثنين فقط وسكت عن الثالث. شايفين دقة العلم؟ والآن سيذكر السبب ويجيب عنه. قال وصرح المصنف بمفهوم هذه الأشياء، ورجع فسر الأشياء المقصود الشروط. ليش فسر الأشياء بالشروط؟ ليش؟ حتى لا يتبادر ذهنك إلى الأشياء الذي جاء ذكرها قريبا، البيوع على ثلاثة أشياء. هو لا يتكلم عن أصناف البيوع، ويتكلم عن شروط المبيع والثمن المعقود عليه، ولذلك فسر هذه الأشياء. لا انتبه، ليست البيوع القريب ذكرها، إنما هذه الأشياء أي الشروط. قال ولو عبر بها لكان أولى، يعني لو كان قال وصرح المصنف بمفهوم هذه الشروط أحسن من قوله بمفهوم هذه الأشياء، أدق. لكن فيه أنه لم يصرح بمفهوم الملك. مملوك، ما ذكر غير مملوك، يعني ورجع أجاب عن هذا، كأنه أتى بالاعتراض وأتى بالجواب، أنه عمدا ما ذكر لأنه ما يحتاج إلى ذكره. ليش؟ ألم أذكر أن الشرط الأول طاهر؟ نعم. ألم أقل أن مفهومه نجس؟ نعم. ألم أقل أن النجس لا يجوز بيعه؟ نعم. لأنه ليس بمال؟ نعم. طيب، ومملوك، شرط المملوك. غير المملوك ما هو؟ ما هو غير المملوك؟ النجس، ما تقدر تبيعه، كأنه في حكم غير المملوك. لما أنت عندك شيء وما تقدر، أو متنجس، لما عندك شيء وما تقدر تتصرف به، هل أنت مملوك مالك له؟ هل هو مملوك لك؟ كأنه عدم. فقال لم يصرح بمفهوم الملك إلا أن يقال إنه استغنى بالعين النجسة عنه لأنها غير مملوكة، فهي مفهوم الطهارة والملك معا، أو الملك لا بأس. نعم، أيضا استدراك آخر، نعم الأظهر أن يذكر في مفهوم الملك ما ليس مملوكا له ولو طاهرا. استدرك، أجاب، قال ممكن يقال، يجاب عن هذا أنه قال هو يكتفى بشرط النجس، مفهوم النجس، والنجس في حكم غير المملوك. قال صحيح هذا الكلام، لكن ألا يريد أنه عنده حاجة طاهرة وهو ليست مملوك له ولا يقدر التصرف به؟ قال بلى. إذن قال كان الأولى أن يذكر المصنف مفهوم الملك. هكذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.